السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا جيت فيديو جديد، كنتمنى تكونوا توحشتوني كما انا توحشتكم. صراحة كتجيني طويلة مدة ديال انني ندير فقط فيديو في اسبوع طويلة. ان شاء الله غادي كنوعدكم غادي نحاول نبقى ندير اكثر من فيديو في كل اسبوع، حيتاش كنتوحشكم والله العظيم كتوحشكم. كيعجبني نشوف لي لايك وحتى لي كومونتير، واخا ما كنلقاش صراحه بزاف ديال لي كومونتير، كاين دي فيديو اللي ما فيهمش نهائيا. المهم توحشتكم بزاف بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله وبحول الله بغيت نحضر للاسره ديالي واحد الاكله مصريه شعبيه عند الناس ديال مصر، اكله رائعه كنحماق عليها انا لوليداتي. اليوم قلت والله حتى نشاركها معكم وتشوفوها كيفاش كندير نحضرها. اكله رائعه بزاف وبسيطه جدا، اللي هي ها هي كنحضروها من الفول. اكيد عرفتوها كي كيقولها المصريين الفول المدمس. اليوم ما شاء الله غادي نديروا الفول المدمس، غادي نحضروه. بقاو معايا نشاركوا مع بعضنا هاد اللحظات هذه ديال هاد تحضير هاد الاكله كيفاش غادي تجيني ان شاء الله، وندوزو وقت زوين مع بعضنا. هنا دابا راني درت الفول ديالي كما كتشاهدوا معايا، درتو في الماء باديه الصراحه الخدمه. ها هو قلت ايوا نحبس نمشي نجيب الكاميرا ديالي ونكاميري هاد الاكله هادي. ربما يكون الناس ما عاطينهاش اهميه، ربما كيستعملوا الفول بطريقه اخرى، ربما انا ما خاسره والو. ديجا متوحشه الناس المتتبعين ديالي، ديجا كنبغي نتواصل معكم ديما. ايوا بس اليوم غندير هاد نعيش معكم هاد اللحظات هادي ونحضروا الفول المدمس. اسمحوا لي بزاف الا شهيتكم فيه، ولكن معليش راه الثمن ديالو بسيط جدا في الاسواق، تقدروا تجيبوه الا ما كانش عندكم في الدار بكل سهوله. الحمد لله الخير موجود في السوق وحتى الثمن حتى هو مزيان الحمد لله. هذا ما عندنا في المغرب غير الخضروات والفلاحه. كنقطعوا مع هاد الوقيته ديال الفول كيكون طري، حتى دوك الخيوط ديالو ما كاينينش فيه بزاف. هذه هي الوقيته الصراحه اللي كناكلو فيها هاد الوصفه هادي، حيت كيكون الفول باقي طري وموجود بكثره في السوق. انا كنقطعو قطع باش يتفور ليا مزيان ويدخل الطياب. ديجا راني وجدت كما كتشوفوا الهيها، وجدت القدره ديالي درت فيها الماء يطيب باش غادي نفور هادشي كلشي. كل واحد كيدير حساب الكميه ديال الناس اللي عنده، يعني داكشي اللي يعزيه. انا عندي الاسره ديالي مكونه من 3 اشخاص، من جوج ديال الاطفال والزوج ديالي وانا، يعني 4 ديال الاشخاص. الموس وجدتو باش نحايد الا كاين شي كحوليه بحال هكذا. هكذا يا هكذا الفول المدمس، نديرو له الثومه، نديرو له المسائل ديالو، يجي يا سلام يا سلام يا سلام. كنتمنى نكون ديما خفيفه على قلوبكم والفيديوهات ديالي كاملين كيعجبوكم، حيتاش والله العظيم الى صراحه فرحانه بزاف من نهار دخلت لهذا الشيء ديال اليوتيوب. بقيت كنحط فيديوهات وكنشوف مشاهدات عندي وكنشوف لي لايك وكنشوف، وليت حاسه بحال الا ولاو عندي اصدقاء جداد، ولات عندي يعني وليت منسه صراحه بزاف. واخا عندي قناه غير مفعله وما عنديش عليها ما كندخلش عليها ارباح، ولكن مع ذلك والله العظيم هادشي صراحه كيجيني خفيف على القلب. كنتمنى حتى انا نكون خفيفه على القلوب ديالكم. هنا 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 اليوم غندير لكم الفول المدمس ديال المصريين.
تاكل الفول المدمس. هذا قاسية غادي نديرو معاه شي بلاخر، ولكن البلا برينسيبال غادي يكون هو هذا. غادي نزيد فريت ولا شي حاجة، راني عاد كنفكر دي البلا اللي غادي نضيفو مع سلطة مع عصير، مي البلا برينسيبال غادي يكون هو هذا الفول المدمس، الوجبة الرئيسية لهذا النهار. هذا انا غادي نشارك معكم ان شاء الله التفاصيل كاملة، كل شيء غادي نشاركو معكم. صراحة انا كيعجبني نديرو بلا البيض، مي الزوج ديالي كيبغي يزيد فيه شوية البيض، غنديرو له خاطر. مي صراحة الفول المدمس الأكلة الشعبية المعروفة ما كيديروش فيها البيض، غنشوف واش غندير كامل البيض ولا النص. من بعد ما قطعتو سهلة العملية بسيطة جدا، غنديرو هنا تفور واحد المدة ديال ساعة. ملي كيتفور الكمية ديالو كتنقص، فكتشوفو بأنني حطيت بزاف، راه بحال غادي يجيني نيشان. ودابا نستنى واحد المده ديال تقريبا ساعه ديال المكانه، وغادي نرجع عاوتاني نكملوا التصوير ديالنا للمراحل الاخرى، ونشارك معكم المراحل ديال كيفاش غادي نحط حتى الاطباق الثانويه اللي غادي نحطها معاه، كلشي يعني الطبله اون جينيرال. يعني واخا تشوفوا غير هكذا الفول المدمس تقول كيفاش غادي هذه غتغدى غير بهذا، ولكن لا، غادي نحاول نزينوا الطابله وهذا باش النفس تفتح لينا. وان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وبقاو معايا ما تمشيو حتى شي بلاصه، بقاو معايا. سلا ومطيشه محكوكه، كزبر ومعدنوس مقطعين، وثومه حتى هي غادي نحكوها. هادو هما المكونات اللي غادي نديروهم في المقله باش نخلطوهم مع الفول ان شاء الله.